المرة دي مين نجمنا؟ مصطفى شوبير. وصدات ولا أروع ولا أجمل. كان البعض بيقول إن مصطفى شوبير، خلونا نقولها، أبناء عاملين علشان ابن الكابتن الكبير كابتن أحمد شوبير، لكن كنا بنقول يا جماعة لا، الكلام ده مش صحيح. مصطفى شوبير حارس مرمى موهوب، وبالعكس مصطفى شوبير في يوم من الأيام هيعدي والده الكابتن أحمد شوبير، وثبتت الأيام وبياخد الفرصة وبيلعب مع الفريق الأول وبيثبت أقدامه وبيلعب في مباريات كبيرة ونهائيات كبيرة في قارة أفريقيا وفي نهائي أفريقيا. هي دي صدات مصطفى شوبير، وهي دي تصدياته فين؟ في مباريات الناشئين. هي دي عرضيات مصطفى شوبير. شوفوا تصدي ده لمصطفى شوبير، ركلة جزاء في إحدى مباريات الناشئين. لما كنا بنذيع والناس بدأت تشوف مصطفى شوبير تقول فعلا عندكم حارس كبير هيكون إن شاء الله امتداد لمحمد الشناوي، وده كان نجاحنا الكبير يكون عندنا محمد الشناوي وعندنا مصطفى شوبير وعندنا حمزة علاء وعندنا مصطفى مخلوف وعندنا ذخيرة كبيرة جدا في حراسة المرمى في النادي الأهلي. شوفوا هنا التصدي، شوفوا الثبات، شوفوا الروعة. مصطفى شوبير وهو بيتصدى ركلة الجزاء في إحدى مباريات الناشئين اللي كنا بنذاعها هنا حصريا على قناة نادينا، قناة النادي الأهلي.